تحمل قصة الصرار والنملة أحكاما مطلقة لمفهوم الاجتهاد والكسل، أثرت في نفسي بشكل كبير، مما جعلني أمقت دكتاتورية الديمقراطية العددية والتي تصدر أحكامها على الأقليات النوعية وتبخس عملها، بل وتتجاهل تواجدها وتشيطن وتجرم جل أعمالها وتصادر حقها في التعبير لدرجة أصبحت لا تؤمن بالوطن المشترك معها كأقلية، مما شكل مشتلا مريحا لتغذية خلايا التطرف الفكري وعمق الهوة بين أبناء الحي الواحد والمدينة الواحدة والوطن الواحد. لقصة الصرار والنملة سياق تاريخي واجتماعي جد معقد، نجهل خلفياته وتأثيراته التي دفعت بكاتب القصة إلى توزيع العشوائي غير المبني على التحليل لأدوار الجد والاجتهاد والكسل والخمول على أبطال روايته العجيبة والتي علقت بالأذهان واتخذت في ذاكرة الإنسان ركنا فسيحا واسعا متسعا يوثق لفرضية اجتهاد النملة وكسل الصرصار كحكم قيمة مجاني يجانب الصواب، خاصة أننا لم نطلق العنان يوما ما لخيالنا ليركض خلف الكاتب لطرح بعض الأسئلة المشروعة لتبرئة صرصار مسكين يتواجد بيننا وحيدا في ركن هنا وهنا وأحيانا بأعداد جد هزيلة، مما يشكل أقلية واضحة مفضوحة أمام جيوش النمل التي تستعرض كثرتها وأغلبيتها بشكل منظم كجيوش قصر الروم العظيم حين تهم للغزو والإغارة على دول الجوار بلا رحمة وبلا هوادة، منتشية بنصر الناصرين وبنصر مضمون. من هنا أدركت فعلا بأننا شعب له شهية قصوى في الاستهلاك أكثر من شهية الإنتاج والمبادرة والتحليل والاستشراف، مما زاد في فقر واندحار ثقافتنا السياسية الساكنة، متجاهلين خطورة الذاكرة السكونية التي تؤدي إلى حرب الخنادق وتعميق النقاش وخلط المواقع. ولربما هذا ما دفع بي لمساءلة النخب السياسية والمثقفة بوجه الخصوص عن العلاقة الجدلية بين صراخ الصرصار ونواحه وتمظهراته العددية الضعيفة بيننا وتكديس النملة الثروات وتمظهراتها العددية الكبيرة والمنظمة كذلك بيننا، آخذين بعين الاعتبار سؤالا مهما تجاهله سهوا أو عنوة كاتب رواية الصرصار والنملة، وهو: من أين لك هذا؟ نعم، يجب مساءلة النملة بدون حرج أو مجاملة، رغم قوتها العددية وقوة اختراقاتها وغزواتها للقلاع والقصور كما الأكواغ عن مصادر ما كدست به مخازنها من زرع وقمح وأرض وغيرها من خيرات لم تكن ذات يوم بريئة من سرقة فقير قد قسم الإملاق والفقر ظهره إلى نصفين ولم يعد يقوى على تحصين مخزون بسيط لجمع مدخره، فيستبيحه النحل بكل وقاحة منتشيا في صفوف طويلة غير مبال، مغرورا بقوة وجبروت آلته العسكرية لجيشه المنظم، سالبا الفقير مدخرا قوته بلا رحمة في صمت مقصود. نعم، يجب مساءلة النملة بدون حرج أو مجاملة، رغم قوتها العددية وقوة اختراقاتها وغزواتها للقلاع والقصور كما الأكواغ
عن مصادر ما كدست به مخازنها من زرع وقمح وأرز وغيرها من خيرات لم تكن دائما يوما بريئة من سرقة فقير قد قسم الإملاق والفقر ظهره إلى نصفين ولم يعد يقوى على تحصين مخزن بسيط لجمع مدخره فيستبيحه النمل بكل وقاحة منتشيا غير مبال مغرورا بقوة وجبروت آلته العسكرية لجيشه المنظم سالبا الفقير مدخر قوته بلا رحمة في صمت غير مقصود. أما الصرصار الجريء الذي يصيح بأعلى صوته غير مبال بمن حوله حين سكت المنافقون واللصوص، فإنه رغم قلة عدده وضعف آفاق رزقه وانسداده فإنه ظل حريصا بكرم سياحه وإعلامه المثير للجدل والذي عجز العقل البشري إلى حدود الساعة عن تفسير مقاصده ومعانيه. فالصراخ عادة إما يكون منذرا أو بشيرا، ولا شك أن هذا المخلوق العجيب الضعيف الخارج عن المألوف كثيرا ما يفضي الطبيعة بحياته حين ينفجر من شدة الصراخ لأمر لازلنا عاجزين عن فك رموزه، فهو يذكرنا بأصوات لبعض الضمائر النادرة التي تصيح من حين لآخر بأصوات محدودة لتصمع بعض الآذان المسدودة التي لم تدرك بأن مغربا يتشكل بإيقاع النملة في مشياتها وجبروتها، لكن بانتظام وجرأة الصرصار على الصياح. لقد ارتبط مصير الصرصار دائما بالدمار والهلاك، فهو بعدما يشتد عليه هول الصياح والنواح إما منفجرا بجذع شجرة هنا أو بعمود كهربائي هنا لم تنصفه الطبيعة في حياته، فكيف تنصفه في مماته؟ بل كيف لكاتب قصة الصرار والنملة ألا يزيد من معاناته ويقوم بتعتيم صورته ونعتها بالكسل والخمول، ويصف النملة المعتدية الظالمة بأنها رمز النجاح والتفوق وهي التي تتقن فن السلب والنهب بنظام وانتظام. فيا عجبا لهذا الزمن الغريب الذي جعل صراصيرنا التي كانت بالأمس القريب تصم آذاننا بصوتها الرنان المطرب للوجدان بخرجات ومواويل شعبوية تصطف اليوم متأطرة بقصة الصرار والنملة، ونراها تلتجئ إلى نظام الحمية الغذائية لتخفيف الوزن لأخذ شكل النملة ووزنها، لأن العبرة أصبحت تتجسد فيما تخزنه النملة، خاصة أنه مهما طال فصل الصيف وجني الغلال فإن فصل الشتاء قريب بلا ريب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.